الثانية له. هل الالترناتيف فيلز طبعا هذه أفضل واحدة بينها. ده إذا الأديتيف هذه عامة مكانها ما ممكن ما عامة مو تصلح. الأنتي أوكسيدنت قد ممكن أحصل بينها لكن مشي كثير. أوكي لذلك شوف مش كل ريفيو في الموضوع تصلح. أيوة. أنت من خلال العنوان ومن خلال كثير من بارامترز هل المجلة قوية ولا في ناس ينجر لك مجلة مع إمباكت فاكتور بونت خمسة بونت اثنين تجي تصريفك معه غير لما ينشر واحد مجلة قوية. واضح؟ طيب أحمد الثاني has synthesized a biodiesel from waste vegetable oil. زيت أي نبات أو أي خضروات. And he's planning to mix with diesel and test the performance and fuel consumptions. أي أنت تنصح إنه يروح يقرأ علشان يبدأ؟ طبعا رقم واحد ما تنفعش. اللي هي سبيسيفيك اللي إيش؟ الأخير. اللي الخمسة. Five. Number five. اللي الأنتي أوكسيدنت. لأنه هذا الأويل. لكن ما فيش مانع إن إحنا نقرأ. ستة. رقم two. Number three. Number four. Six. كلهم مش ريفيو. تمام. سكس مش ريفيو بس احنا عملنا كده بس عشان ربشة. تمام لا اخر واحد اسمه سمير wants to conduct a feasibility study دراسة جدوى on the effect of changing his petrol car gas will fuel to natural gas to natural gas on the performance and fuel consumption. ولا واحدة يصبح نخلوه اقرب بينها ما ظلم يصبحش مرات واحدة صح لا لانه كلها دايزة. بلا حاله يعني مش ممكن اقراها بس في البحث في السوق. اي انا في لا اذا كان اذا انت في التخصص بس انا اقول لك علشان تبدا يعني من دراسه علشان تبدا في اي موضوع يفضل تروح لنا لا ريفيو تجمع لك اكثر بالريفيو ممكن تلخص لنا على شكل كذا جدول. هل منشورات في مجلات محترمه؟ متى تاريخ النشر؟ هذه نقاط مهمه. واحدة نشرت في 2004 واحدة نشرت في 2018 باخذها بالاعتبار الثنتين لكن 2018 مهمة بالنسبة لي لأنه هذيك في فجوة 16 سنة ولا بحث متى داخلي بتحصل بالرفيو تحصل لأنه معناته في التوبك حقك السبيشل خليك كل البحث هذا حديث بعدين خلاص لو بقى لك مجموعة أبحاث صغيرة ما شملهم جابة تقدر تخرجهم. واضح لكن هذا كمدخل مليح يعني ان الريفيو هي عباره عن خلاصه للبحث يعني هذه الصفحات وضحت لكم حاجه ولا ماشي؟ ايوه طيب باقي معانا صفحه ثانيه علشان تكون ايش في موضوع ثاني. طبعا احنا ادينا موضوع قريب من هذا لكن هو بالاخير كموضوع يعني انا ممكن اعمل صفحه لاي موضوع ثاني يعني انا اذا انا فاضي ممكن اعمل 20 موضوع خير العادل بس احنا استفدنا ما ولا تفيد واحد منكم اطمنوا لكن ندعو تصورة أنا ممكن أعمل جدول كلنا لكل واحد حقه علشان يعرف أين هم اللي نبدأ بها معناته هذا بنزلها وهذا أنا اللي أنت بتحصلها هذه معناته بتروح تطبعها هتكوبي تستغلها في بعض أبحاث أنا كده بتعمل على سكرين بسرعة مش يعني ماشي مهمة كثير بتخرج مني لابو نتيجة لابو كده اللي نبحث مشان لكن البحث اللي هو كور مهم في حقك هذا بفضل تروح تطبعه وتجي معاك من هذاك الملون أي مبوح حاجة مهم تصفره بحيث لما تجي تقرأ مرة ثانية تفتح النفس كده يعني معناته إنه غلط ولما تجي تقرأ مرة ثانية تخرج بحاجة كده وهكذا تمام. لذلك هو العصب كل شيء القراءة بينا قلنا زي ما قلنا هناك تبحث عن المجلة اكتب اسم المجلة في الجوجل وكتب في الأخير الإمباكت فاكتور بس لأي مجلة. شفت واحد زميل نزل بالفيسبوك والله انا نشرت بحث في كذا تمام راح شوف المجله اللي نشر به دخلت الجوجل وكتبت بعدين باك لا طلع لا طلع المجله باك ثلاثه اربعه خمسه يعني انا تبعت في الوقت حتى لو اثنين واحد ونص تمام لكن بعض الاحيان ما تحصلش ما تحصلش معلش موقع معلش ايوه بس الدكتور في بعض الاحيان مثلا تحصل يكون في معك دكتور بس بنفس الوقت مش عادي يعني معناته انه هلا بين المجلات حتى لو بين باقي الحلقه بوند اثنين عادي وعند واحد مش مشكله
يعني يقولون الكونتريبيوشن حقه قليل لكن بالاخير في مقله الامراء راهنا. اوكي خلاص الان موضوع ثاني. ويستير باي بريسس يعني واحد يشتي يخرج الكفارات هذو ويصلحهم بدل ما تستخدم يا فارس حق الهاور في تي بوتلز ممكن تستخدم حق الكفارات كم يا كفارات من الجنبهم بالشارع قبل ما يحرقوا يقسمهم على شكل 10 سراح ولا فايبرز ويستخدمهم للاسفلت لتقوية الاسفلت لتقوية الخرسانة لتقوية ليش كثير من الحاجات يستخدمها في التقنية اسمها اسفلت المطاطي. المهم انه ممكن تستخدم تمام. فطبعا هذه المجلات اللي يعملوا إعادة تدوير للتاير ويرز تعالوا شوفوا الأول طبعا نفس المجلة اللي هي رينوبل طبعا زي ما قلنا في ماذا ما احنا نبحث عن عن الريفيوز فاشتر مجلات يشتغلون في مجلة رينوبل انرجي كثير. المجلة الأولى طبعا زي ما قلنا البحث نشر في عام 2013 كاتب ويستاير بايرونيسيس ريفيو عنوان عام المدرسة شديبة على المدرسة ولذلك حققنا هذا كثير 209 ريفرنس و 36 بيكس ونشرت في 2013 والإمباكت فاكتور حق المجلة 8 منصب يعني بعد حلوة تمام. لكن ما نقدرش نكتفي بيه نظر ندور بالموضوع واحدة ثانية 2018 أو 2019 علشان تغطينا الفجوة بهذه السنوات ايش حدث. المجلة الثانية شوف بروسيجيا مانيفاكتشرينج طبعا ب 2017 بس الإمباكت فاكتور حقي كم؟ وينسي قليل صح؟ هذا اللي رقم ثلاثة اللي رقم اثنين طبعا ريو سيناريوز اوف تاير تكستيل فايبرز ان انفيرومنتال ايفالويشن واحد من ايطاليا نشره وعامل 26 ريفرنس فقط بدل ما نزل سيناريوز وكذا يعني ما تعمق فيه. المجلة اللي بعدها كونستراكشن اند بيلدينج ماتيريالز من اصحاب المدني مجلة ناشر بحث الامباكت فاكتور حقه 3.17 كاتب جرين كونكريت بروسبكتس اند تشالنجز. طبعا جرين كونكريت التيرس عباره عن جزء صغير بين البلاستيكس بين اي حاجه ويست يضيفوا بينهم فهذه مجله اشمال كبيره ولذلك حقق له بحث كم؟ 450 يعني هذا بحث يعني مثلا تشيت تثقف ثقافه عامه بالجرين كونكريت كموضوع وايش الناس اشتغلوا في كل شيء يعني ما هو اي حاجه يضيف النور النافع علشان يقوم من المواد الويست هذا البحث مناسب لك يعني بيكون متكلم عن التيرس بس في جزئيه صغيره في هذا البحث. ثانيا اللي هي الرقم اربعه اللي هي نفس المجله رينوبل طبعا الامباكت فاكتور حقه بس ايش كتب كومبريهنسيف ريفيو اون ذا ابلكيشن اوف ويست اير رابر ان سيمنت كونكريت مخصصه طبعا هذه مخصصه حلوه يعني اللي ايش يدرس اللي ايش يدرس اضافه التاير رابر في السيمنت هذه افضل حاجه مع 50 ريفرنس و11 بيكس ومخصصه 2016 تمام. المجلة اللي بعدها كونستراكشن كونستراكشن اند بيلدينج ماتيريالز طبعا نفس المجلة رقم ثلاثة ريفيو اون ميكشر ديزاين ميثودز فور سيلف كومباكتينج كونكريت يعني موضوع ثاني 57 ريفرنس. اللي بعده شوف سكند انترناشونال كونفرنس اون سستينبل طبعا المؤتمرات دي ما معهمش امباكت فاكتور طبعا هم اقل انواع البيبرات اللي ينشر بكونفرنس يعني معناته اقل من اي بيبر. توارد جرين كونكريت فور بيتر سستينبل انفيرمنتس يعني جمع لكم شويه موضوع صراحه علشان يشارك بالمؤتمر تمام. فيعني هو تكلم عن الجرين كونكريت بس ما فيش تعمق فيه برضه. فالان تعالوا نشوف الثلاثه هذول شو هاني is planning to take a project on the use of PET bottles waste for improving mechanical properties of concrete composites. دايرين المجلة المناسبة له؟ ثلاثة أفضل واحدة اللي هي رقم كم؟ ثلاثة اللي رقم أربعة لا ما رقم أربعة الويست صح؟
هذا الكلام عن البي اي تي بوتلز رقم 3 جرين بين اللي ما قلنا كبير جرين كونكريت بريسبكت سانت شارلينز شكرا. وبالتالي البي اي تي بوتلز بتكون اخذها جزء كبير منهم تمام. وعلى فكره لو تعمقتم في هذا الموضوع بالنسبه للبلاستيك قوي يقوي كثير من خصائص ليش عقلكم كده. والتيرس يضعف الكومبرسيبيليتي حقه. انا بشوف الان السلايد اللي قاعده بنعمل لكم تحليل الان اللي بعده حتى لو تاخرنا شويه لكنه موضوع مهم. موضوع مهم كيف نحلل اي موضوع. طيب خلص نسرع سريع. ايمن از بلانينج تو تيك ا بروجكت ذا يوز اوف وستر از فايبرز تو رينفورس كونكريت كومبوزيت. رقم 4 صح؟ تمام. رقم 4 بي سبيسيفيك بحقق الموضوع صح انه ما بين ال 50 ريفرنس بس مش كثير ناس يشتغلوا في هذا الموضوع. طبعا 2016 يعني لا بأس هو منشور بمجلة قوة يعني معناته مكتوبة بطريقة صح لأنه مجلة امباكت فاكتور 8 لا يمكن تقبل بحث تعبان يعني ما مش مكتوب بطريقة صح. واضح. وايش عاد باقي؟ وطبعا رقم 3 تصلح له جريكو ايوه. ورقم 1 تصلح له بين 109 ريفرنس رقم 3 مهمة. وستر بايرنس تمام. 5 مستحيل. ايوه ورقم 2 اللي تصلح له لكن اهم واحد اللي رقم كم؟ 4 4 ايش؟ طبعا رقم 3 تصلح له ما تصلحش لانه الابلكيشن حقه يكون كريت. ايمن ايش تصلح كونكريت؟ رقم 3 تصلح. في حدا بيقول كونكريت طيب خلص. رقم سمير wants to predict a method to reuse plastic carry bags for reinforcement of cement blocks. carry bags يعني مثل الكيس حق القلعة. لا لقيت هذا مش اللبان طماط وبطاط وكذا. ايش تعمل لهم علشان يخلي السيمنت ايش؟ سيمنت بلوكس يعني يعني البلوك العادية ترى. يصلح ثلاثة. تمام. طبعا مثلا رقم 4 ما تنفعش. ثلاثة. رقم 3 تصلح يعني ممكن تحصل فيه. رقم 6 كونكريت. طبعا السيمنت بلوكس مش هم كونكريت لا يعني عادة ندخل نشوف الكونكريت فمثل هذا الموضوع صعب تحصل فيه لكن ممكن انا اعمل سكريننج لكذا من المجلات العامه هذه مثلا البحث رقم 3 تمام. لو حصلتوا اتكلم عن هذا الموضوع في جزئيه حلو لانه اصلا الموضوع ضيق مره لو حصلت انه معناته بيشير لك الاربعه خمسه ابحاث اللي اشتغلوا في ذا القلب تدخل بينهم خلاص نفوت فهم لك ما عندك سكس ابحاث بعض الاحيان ما تحصلش كي ووردز تمام. قد يكون الموش الاسم العلمي اللي حقهم اللي اسمه يسموه كاريبات تمام. قد يكون اسم ثاني تمام. تجي تدخل كاريبات ما تحصلش ولا حاجه يعني في كثير من مشاكل الكيوردز ما تحصلش خلاص اتضحت يعني معناته الارك في واحد يبحث يعني دي الفكره مهمه. طيب سيف انفيرومنتس عباقي انا بس هذا خلونا ندخل بالتيرس والكونكريت كيف نحلل الداتا. طبعا في المجله اللي هو الريفرنس رقم في واحده من المجلات هذو اعتقد ان اللي تكلمت اللي رقم 4 تمام. ابلكيشن اوف وستر ربر ان سيمنت كونكريت داخل المجله تكلم لك في هذا الكلام. واحد اسمه الاخرس ان صمدي 34 وذا كتبنا عنه ريفرنس بعده نشر في مجله اسمها سيمنت كونكريت سيمنت اند كونكريت كومبوزيتس ب 2004 الامباكت فاكتور حق المجله 4.3 حلو تمام. مش كتب كتب ستديد اون ذا بروبرتيز اوف مورتر كونتيننج. طبعا الكلام هذا اللي مكتوب كتبه صاحب الريفيو يعني حلل المتاكده بالباراجراف هذا يعني يقول لك هذا ستديد اون ذا بروبرتيز اوف مورتر كونتيننج. مورتر نوع من انواع السمنت صح؟ لا مورتر خلطه. ايه لا السمنت مورتر مخلوطه يعني السمنت يعني قصدي الهندسه المدنيه اصحاب الكونستركشن دائما يعني مورتر يعني مصطلح عادي عندهم تمام. يا اما يقول لك بورتلاند في المجله ولا بورتلاند سمنت المورتر نوعين لا المورتر ممكن نقول مورتر كونكريت لكن السمنت بورتلاند بوزلاند بورتلاند يعني الكونكريت اللي هي عباره عن تدرج من خرسانه
كذا هنش كذا كذا مع سبنت ريشيو بوتر سبنت ريشيو سمي كونكريت تمام حلو لكن فاينل اجريجيت مع سيمنت سمي مورتر خلاص انا اذا هو تكلمك مورتر كونتيننج تاير ربر اش يعني بالمورتر مش درسوا على شكل اش يعني قوم يعني بعد ما حرق ما اقول لك اش يعني قطعه شكل ربر عند الكفرات هذول بالشوارع طبعا لما يحرقوهم تجي تصرفهم مكان ممكن تعمل لهم 3 4 كيلو من الكفر قوي ولا شيء طحن اسود طبعا كومبريس كوم انكريزين كومبريس في السترنج هذا قال انه يزيد ليش يزيد القوة طبعا في الخرسانه خاصين ليش اللي هي الخاصيه الكومبريس في السترنج was observed when the tire rubber ash was replaced for fine aggregate up to 10% يعني ما انا بدي البوش بدل السمنت بدي بدانه ليش فاين اجريجيت ذا انكريز ان كومبريسيف سترينث اوف مورتر سبيسمن ات 90 دايز طبعا انت بتدرسه على 7 ايام على 10 ايام وكذا وجدوا انه افضل نتيجه انه بعد 90 يوم يكون ايش 14% 21 من زياده و 29 و 45 اذا كانت النسبه 12.5% 5% 7.5% 10% يعني كل ما زيدنا النسبه زاد بس طبعا هذا الكلام كله مضروب لانه البحث اللي بعده كلهم قالوا انه ينقص قبل انا اناقش انا تعال شوف هذا الجيزو كلو ات ال 31 معناته لنا بحث هاف اوبزرفد نيجاتيف افكت تاثير سلبي اون ذا كومبريسيف سترينث اوف بريفيوس كونكريت ديو تو ذا اكشن اوف تاير ربر دكتور هذا اكثر من الموتر وهذا اكثر من الكونكريت ها يعني نوع ثاني الكونكريت هذا خلاص ايوه والمورتر عشان التليز ايوه حتى نوع الربر هذا اعتبر فايبر وهذاك اعتبره اش يعني اذا بعد ما حرق وهذا يعني نوع ثاني بس انا اقول لك معظم الابحاث تقول انه الربرس سواء كان ما كان يؤثر على كل النوع فشوف لاحظ انا من السترينج اوف بريفيوس ستدي ديو تو اكشن اوف تاير ربر ذا ريت اوف ريدكشن ان كومبريسيف سترينج انكريز وذ انكريز ان ربر كونتنت يعني كل ما زادنا نسبة الربر في الخرسانة قلت تمام maximum loss in compressive was observed in the concrete specimens containing mixture of crumb rubber and tire chips تمام جابلك صور كيف جت الكرامب والتير بحث ثاني اللي كاتب له رقم 24 هامس mentioned that the significant reductions يعني معناته في تخفيض in compressive strength could be avoided if the replacement of crumb rubber does not exceed 20% of the total aggregate content يعني ما نتجاوز 20% اوكي براس واحد ثالث اسمه ايش هاف mentioned the reason for the decrease in compressive strength of the rubberized concrete طبعا عمل بحث وخرج انه هذه الاربع نقاط A B C D هنا السبب الرئيسي شرح ابن كلاس ليش يقول لك ذا اجريكيت وود بي وود بي سراوندد باي ذا سيمنت بيست كونتيننج ربر بارتيكلز ذيس سيمنت بيست وود بي ماتش سوفتر ذان ذات ويذاوت ربر بيكون نعم ذيس ريزلتس ان رابيد ديفلوبمنت اوف كراك يحدث تصدعات اراوند ذا ربر بارتيكلز وايل لودينج عندما يتعرض الحمل اند ذيس لودز ليدز تو كويك فايلر اوف سبيسمين واحده من الاسباب There would be lack of proper bonding. طبعا هم يعملوا توصيات انه علشان نضيفها ضروري نضيف ماده لاصقه. خلي يلصق مع الايه. Between rubber يعني يقول لك الروابط البوندنج بين الربر والسمنت ما تكون ضعيفه. This can lead to crack. الثالث the compressive strength depends on the physical and mechanical properties of constituent materials. If part of the material is replaced by rubber, reduction in strength will occur. تمام النقطة الرابعة due to low specific gravity of rubber مع الكثافة density حقا منخفضة الوزن and lack of bonding of rubber ما فيش روابط بين الربر with other concrete materials there is a tendency إمكانية for the rubber to move up upwards during vibration لما يتحدث لحدود الإيش إذا حدث اهتزازات leading to higher rubber concentration at the top يعني يقول لك من فوق يكون فيه اكثر ومن تحت يكون ايش؟ اقل عندما تتكون الخرسانه لانه في فارق بالدنسيتي فتقوم تتجمع لك الربر للسطح الخارجي والوسط يبقى سمنت صافي.
تمام؟ المواد تنزل تحت وقاس جريجريشن ولذلك التركيز حقه ما بيكونش كده. طبعا انا الكلام هذا اللي ذكرته انا قلت لطلاب البكالوريوس، لكن خلاص ما بقدر اقوله بالعربي مع اسمه عشان كده.